هذا مدخل المدينة القديمة في تالين عاصمة إستونيا، هنا حيث كان مدخل المدينة الأولد تاون. وهذا علم إستونيا وروسيا، وتلك كاتدرائية أولافس، وها هي من الجانب الآخر. وقد أعجبتني هذه الميداليات، عليها اسم تالين إستونيا، واقتنيت منها 6 قطع. جاليات بأعداد هائلة تجوب طرقات المدينة القديمة في تالين. ها، مع خدمات المواصلات السياحية التي تتعدد مناشطها في تالين. وهذا الكهرمان الحجر الكريم الذي يستخرج من بحر البلطيق، وهم مهرة فيه وفي صياغته وصناعته. أزقة ضيقة بإطار تاريخي قديم. حقا إن التجول في أعماق المدينة القديمة تالين، أو الاسم القديم لها ريفال، لا يعطي انطباعا وإحساسا بالحنين إلى الماضي. ألوان زاهية وبديعة في أحياء المدينة القديمة بآثار روسية وسويدية. لاحظوا هذا الاسم إيستي يرجع إلى اسم الشخص الذي عليه سميت إستونيا. أبراج هائلة ومطاعم متعددة ومباني قديمة تعود إلى القرن السابق. هذه إذن أيضا رحلة أخرى كانت بلقطات سريعة في أعماق المدينة القديمة تالين أو ريفال عاصمة إستونيا. إلى اللقاء.